السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى فازت مدينة المملكة الطبية بالمستوى الفضي في جائزة الملك عبد العزيز للجودة. هذه الجائزة تعتبر محور الجوائز المقدمة على مستوى المملكة العربية السعودية في الجودة، وتسابق فيها جميع المنشآت وجميع الوزارات. بفضل الله سبحانه وتعالى فازت المدينة بالمستوى الفضي. الفوز بهذه الجائزة لا يعني أشخاص معينين، وإنما هي ثقافة منشأة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن ثقافة الجودة ممتدة في مدينة المملكة الطبية، وهي تكون ركن من أركان العمل في المدينة. أتقدم بالشكر لجميع الزملاء العاملين على هذه الجائزة، وعلى رأسهم سعادة المدير العام التنفيذي لمدينة المملكة الطبية الدكتور فاضل خير.